السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في المؤتمر الصحفي لانطلاقة البرنامج الإذاعي المتنافسون. فكل يوم تتضاعف الأزمات وتزيد حاجة العديد من البشر للمساندة والمساعدة، ويصبح الأمل شمعة لا بد أن يقودها العطاء. ولسعي قطر الخيرية الدائم لعقد شراكات مجتمعية تنهض معا بالعمل الإنساني الخيري، كان برنامج المتنافسون محطة جديدة لبذل المزيد لصالح المحتاجين. وبالشراكة الاستراتيجية مع إذاعة القرآن الكريم، وبالتعاون مع جامعة قطر ومؤسسة قطر والعديد من الشخصيات المؤثرة في المجتمع، نرحب بكم مجددا، آملين من الله التوفيق والسداد. برنامج المتنافسون برنامج أساسه الخير وطريقه التنافس، هدفه نقل مأساة الملايين من الناس حول العالم ممن يعيشون حياة صعبة جراء فقر أو كارثة أو حرب. من هنا تستكمل قطر الخيرية دورها الإنساني في مساعدة فقراء ومحتاجين من حول العالم عبر برنامج تنافسي إذاعي يحاكي تجربة طلاب الجامعة بانتقالهم للعمل الميداني، حيث موقع الحدث بمشاركة شخصيات مشهورة ومؤثرة لتتنافس الفرق فيما بينها وتثبت دورها الريادي اتجاه مجتمعاتها. نستهل حديثنا مع كلمة الأستاذ السيد أحمد صالح العلي، مدير إدارة الإعلام في قطر الخيرية، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. بداية أنا أرحب فيكم حضورنا الكريم في هذا المؤتمر الصحفي لإطلاق البرنامج الإذاعي المتنافسون. طبعاً فكرة برنامج المتنافسون هي فكرة صراحة جاءت يعني ثمرة لتعاون استراتيجي بين قطر الخيرية وبين إذاعة القرآن الكريم، وتبلورت هذه الفكرة صراحة بعد اجتماعات وتنسيقات كثيرة، لكن الحمد لله رب العالمين نحن طلعنا بهذا التصور بهذه الفكرة كأول برنامج إذاعي تنافسي يقدم عن طريق الإذاعة، ولنا الفخر أن تكون إذاعة القرآن الكريم هو الشريك الاستراتيجي في هذا البرنامج. فكرة البرنامج هي التحدي أن احنا شلون نقدر ننقل طلابنا في مختلف الجامعات داخل الدولة أنهم يشاركون متعة العمل الخيري ومتعة العمل الإنساني من خلال المشاريع اللي بإذن الله تعالى راح هم يبتكرون ويبدعون كيفية العمل على نجاح هذه المشاريع. هي الآن مجرد أفكار موجودة على ورق، لكن بإذن الله تعالى بتعبهم بخططهم بإبداعاتهم بابتكاراتهم إن شاء الله نشوف بإذن الله تعالى في القريب العاجل، وقد وفقهم الله سبحانه وتعالى واكتملت هذه المشاريع لترى النور وتنفذ على أرض الواقع. طبعا كل الشكر والتقدير لإذاعة القرآن الكريم على شراكتها المتميزة مع قطر الخيرية، كل الشكر للداعمين لهذا البرنامج شركائنا من جامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وأيضا بإذن الله تعالى الجامعات اللي راح تدخل معانا إن شاء الله في الفرق. كل الشكر بإذن الله تعالى أيضا للمشايخ ومشاهير التواصل الاجتماعي اللي هم يعتبرون نقاط قوة الفرق، وهني بعدين هني يبتدى الفاصل بينهم في موضوع فريق جامعة قطر وأيضا فريق المدينة التعليمية وما يتبعها إن شاء الله من فرق، إن إحنا نشوف دعمكم إن شاء الله لطلابنا، نشوف أثر هذه المشاريع وكيفية إيصالها لمختلف شرائح المجتمع داخل الدولة. لما أتكلم عن الفرق طبعا إن شاء الله راح تكون هناك لجنة للتحكيم مكونة من قطر الخيرية ومن إذاعة القرآن الكريم، هناك معايير وضعت للفرق على أساسها بإذن الله تعالى يكون هناك الفائزين الثلاثة في نهاية هذه الدورة البرامجية واللي راح تكون قبل شهر رمضان المبارك. الكل بإذن الله تعالى فائز، وما في أفضل وأمتع وأحلى من التنافس في عمل الخير وخير العمل، وإن شاء الله أن الله يكتب لكم الأجر جميعا. لكن بإذن الله تعالى هدفنا من مثل هذه البرامج إشراك الطلاب في مجال العمل الخيري، أن يكون لهم بصمة معنا، راح تشوفونهم إن شاء الله يمكن أولى الخطوات راح تبتدي من بعد بكرة بإذن الله تعالى من خلال الرحلات الميدانية اللي راح يروحونها طلابنا، يشوفون
بأم عينهم. دائما احنا نقول من رأى ليس كمن سمع، راح ينقلون هذه التجربة، راح ينقلون احتياجات هذه الدول من خلال السوشيال ميديا، من خلال مشايخنا، من خلال مشاهير التواصل الاجتماعي حاجة هذه البلدان. وفي نفس الوقت احنا نقول النعم الكثيرة اللي الحمد لله رب العالمين الله يديمها علينا ان شاء الله يفتقدها الآخرون. هذا التميز ان شاء الله اللي احنا نتأمل من طلابنا المشاركين في البرنامج أن يكون لهم بصمة في العمل الخيري والإنساني. وطبعاً بعد توفيق الله سبحانه وتعالى هم محتاجين لجهودكم معاهم من مشاهير تواصل اجتماعي، سفرانا في أعضاء شبكة تواصل اجتماعي، أيضاً مشاهير التواصل اللي موجودين معاهم في الفرق والإعلاميين والمشايخ. الله يوفق الجميع إن شاء الله. هي تحدي، ننتظر من كل واحد الابتكار والإبداع، وإن شاء الله فالكم جميعاً التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللحديث عن الأدوار المشتركة بين قطر الخيرية وشريكه الاستراتيجي إذاعة القرآن الكريم، فليتفضل السيد عز الدين السادة، مساعد مراقب إذاعة القرآن الكريم، رئيس قسم البرامج الدينية بإذاعة القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإننا باسم إذاعة القرآن الكريم من الدوحة نتقدم بالشكر الجزيل لجمعية قطر الخيرية على جهودها المبذولة في سبيل تعزيز ثقافة العمل الخيري لدى الشباب والمجتمع القطري. لقد حرصت إذاعة القرآن الكريم على مد الجسور التعاون المثمر مع جمعية قطر الخيرية من خلال دعم برامجها ومشاريعها في بعدها الإعلامي، وذلك من خلال البرامج الإذاعية التي كانت بذرتها ببرنامج تفريج كربة، ومن ثم برنامج قطر الخيرية الرمضاني تراويح. وشهدنا جميعاً إطلاق برنامج المتنافسون الذي يعتبر إضافة نوعية ضمن الإنتاجات البرامجية ذات البعد الإنساني والاجتماعي، وتميز بفكرته الجديدة بحيث سينمي هذا البرنامج روح التنافس بين الشباب من طلاب المرحلة الجامعية والنشر الخير والمساعدة للغير، حيث تشكلت المنافسة بين طلاب الجامعات في قطر مجالات واسعة لصقل المواهب وتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم في مجال التخطيط والتسويق بشكل عام، والتسويق للعمل الخيري بشكل خاص، سواء على مستوى الميداني أو مستوى التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. ولأن دولة قطر سباقة في دعم مسيرة العمل الإنساني محلياً وإقليمياً وعالمياً، فإننا في إذاعة القرآن الكريم يسعدنا أن نترجم هذه التوجه العام ضمن برامج إعلامية، ومن خلال شراكتنا المجتمعية نساهم في خلالها في تنشئة جيل شبابي واعي يحمل غداء ولو مباشر الإنسانية والنبيلة. سينفقون من أموالهم وجهودهم وأوقاتهم وطاقاتهم لصالح إنسانية جماعة متشبعين بقلوبهم بقيم دين حنيفة. وختاماً نغتنم هذه المناسبة لنشهد بالجهود المباركة التي تقوم بها جمعية قطر الخيرية، ونشكر المنافسين من جامعة قطر والمدينة التعليمية على جهودهم المبذولة، سائلين المولى عز وجل لهم المزيد من التفوق والسداد، وأن يوفق جميع الفاعلين في هذا المجال الخيري الإنساني ضمن دولتنا الحبيبة قطر لما فيه خير صلاح الأمة الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللحديث حول دور الطلبة في المشاريع التنموية مع جامعة قطر، يتفضل السيد عبد الله اليافعي، مدير شؤون الخدمات والأنشطة الطلابية بجامعة قطر، لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر جمعية قطر الخيرية على هذه الدعوة وعلى إشراك جامعة قطر في فكرة وفي برنامج مثل هذا البرنامج. أشكر إذاعة القرآن الكريم، وأشكر المنافسين من مؤسسة قطر على المشاركة في هذا. طبعاً جامعة قطر حريصة على أنها تكون جزء من المجتمع، وأحد دعائم خطتها الاستراتيجية أنها تكون جزء من المجتمع، تعطي هذا المجتمع وتقدم له سواء خريجين أو متطوعين أو تقدم له في مجال الأبحاث ومجالات أخرى.
وشراكتنا مع جمعية قطر الخيرية في هذا المجال تأتي من باب هذا الإيمان. طبعاً لا يخفى على أحد وذكر الزملاء الفوائد الجمة والفوائد الكثيرة لمشاركة الطلاب في مثل هذه الفعاليات، وأعتقد أن أكبر فعالية هي تغيير، نوع من التغيير الداخلي لدى الفرد، تغيير القيم. لما يروح الطالب ويرى مثل ما قال من رأى ليس كمن سمع، هذا شيء نلمسه إحنا مع طلابنا، التغيير يكون كبير من داخل الطالب إلى الخارج، فالطالب يجي وينقل هذه التجربة لزملائه في الجامعة، فالتأثير يكون كبير جدا في أن يغير فعليا من قيم ومبادئ الطالب في التعامل مع الآخرين. طبعا فوائد الأخرى في التخطيط والتنظيم والتسويق وحل الإشكاليات والتفكير الإبداعي وإلى آخره، هذه جميعها يعني فوائد يحصل عليها الطلاب. ما أحب أطول عليكم، سعيدين إحنا في تواجدنا في المتنافسون. أعتقد أن التنافس جميل جدا، خاصة لما يكون تنافس في عمل خير، وربعنا وشبابنا إن شاء الله أنهم مستعدين إن شاء الله للتنافس في الخير والفوز بإذن الله. يعطيكم العافية. ولإثراء التجارب الطلابية كان لابد من قادة يعاونون الطلبة على إتمام مشاريعهم الخيرية وإنجازها على أتم وجه. ومن هنا فليتفضل الدكتور عبد الرحمن الحرمي مقدم برنامج المتنافسون لإلقاء كلمته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. الله عز وجل يكرم الإنسان بكرامات لا حد لها ولا قياس أمانة، فلله الحمد والفضل والمنة على أن استخدمنا في هذا المكان، فسوانا كثير، ولكن له الفضل وله المنة وله الثناء الحسن على أنه استخدمنا ولم يستبدلنا. هذه أول رسالة أبدأها بالشكر الله عز وجل. ثاني شيء، اليوم احنا في عصر الإبداع وعصر التميز. لا تقول لي التبرعات، صدقات، العمل الخيري يجب أن يواكب التطور والنهضة اللي اليوم نعيشها في دولة قطر. فكرة المتنافسون وتطوير تفريج كربة إلى أن يشارك فيه الشباب. اليوم كل من عنده همه، وبالذات الشباب لديهم اليوم ما يشغلهم، لكن هؤلاء الشباب تفرغوا بالفعل لقضية، وقضية إنسانية، وأنا أقول لحد الآن هم على السيف. إذا بكرة سافروا إلى بلاد الفقر وبلاد الابتلاء، والله سيكتشفون أمور وأمور أخرى عندما يشاهدون قرية بالكامل تعيش على بئر صغير يعمل على مضخة، إن جف هذا الماء على أهل القرية أن يغادروا مكانهم. لعل من يستمع إلينا الآن يقول معقولة؟ أقول لك كما تفضل أخوي الأستاذ عبد الله، ليس من رأى كمن سمع. والله رحنا وشفنا مضخة ماء، إذا وصلت الحامل عند المضخة تستدعي حد يساعدها، لأنها مش قادرة تضغط على المضخة للماء. أما الماء فلا تنظر ما الذي يوجد بداخله، لأن مضخة فالماء سطحي، يعني الحشرات والأوساخ وما شابه ذلك موجودة في هذه الأماكن. أتذكر قول الله عز وجل، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. كأن هناك رسالة عتب من الله على من لا يعمل لتجميع التبرعات وحث الناس لعمل الخير، ولا يحض على طعام المسكين. ليس هو ما منع، لكن هو يأثم لأنه ما تحرك ما سعى. والآن إخواننا وأبنائنا وطلابنا ما شاء الله عليهم هم في الإذاعة، لعل يختلف مع أخوي عمر عندما قال المشاهير يخدمون الشباب، أنا أقول الشباب أصبحوا مشاهير. العمل الخيري سيجعلهم بإذن الله تعالى أكثر من المشاهير اللي موجودين معاهم الآن. العمل الخيري بركة، العمل الخيري فيه من النور والخير والبركة في كل شيء، فبإذن الله تعالى سندعمهم سنقف معهم. وإذاعة القرآن الكريم هي الإذاعة اللي من خلالها نحلق إلى قلوب الناس أمانة، فلهم منا أمانة كل الشكر والتقدير، وعلى رأسهم سعادة الشيخ خالد بن عبد العزيز آل ثاني مدير الإذاعة، جزاه الله خير أنه فتح هذا الباب، أنه خلي الشباب يجون وخلهم ينافسون، ولكن خير منافسة لبناء مسجد،
ومنافسة لبناء مدرسة، ومنافسة لحفر بئر، ومنافسة لدار القرآن الكريم. فهنيئاً لكم جميعاً، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا ولا يستبدلنا. فما كان من خير فمنه سبحانه وتعالى، وما كان من توفيق فمنه سبحانه وتعالى. ويعني نبعد دائماً أن احنا فزنا لأن فلان المشهور معانا، لا والله، إن ترككم الله فلن ينفعكم هذا المشهور، وإن ترككم الله فلا الإذاعة ولا غير الإذاعة سيعمل لكم شيء. ولكن استعينوا دائماً بالله عز وجل. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلوذ إلى حولك وقوتك. هذا هو السلاح اللي عندنا. أما تقولي والله المشهور الفلاني والإذاعة الفلانية وبتبث وبتعيد، والله كلهم ذيل ولا شيء، إنما هم أسباب يعملون بأمر الله عز وجل. جزاكم الله خير، والله يثبت لنا ولكم الأجر. وشكر كذلك لإخواننا في قطر الخيرية على أنهم يبتكرون مشاريع جديدة تصل للمستمعين، لأن الناس يعني ملوا من كثرة ادفع 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 مباشرة. الآن احنا نقول لهم لا، مش ادفع لي، هناك قرية ستبنى وهناك مسجد سيبنى، واللي يجمعون مش اخوانكم في قطر الخيرية وإنما شباب هالقطر من جامعاتهم، من شبابنا هم اللي الآن يعني تبرعوا بأوقاتهم. زكاة الوقت اليوم أغلى من زكاة المال. لو قلت لشخص ما تبرع بألف ريال يقول لك تفضل، لكن تقول له عطني من وقتك يقول لك والله يا أخي صعبة. اليوم زكاة الوقت أصعب من زكاة المال. فالله يجزيهم الخير على زكاة المال وعلى زكاة الجهد، وآسف على الإطالة، وجزاكم الله خير. والآن ننتقل إلى الشيخ الدكتور عايش القحطاني من ضمن فريق المدينة التعليمية، فليتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعاً أنا ما أعتبر أني من فريق المدينة التعليمية، أنا أعتبر المدينة التعليمية وجامعة قطر وكل شباب وبنات قطر فريق واحد في العمل الخيري. إحنا طبعاً دورنا داعمين لهم، مشجعين لهم، وأقول لكم مثل ما قال أخوي أبو خالد، إذا أحب الله عبداً استعمله في طاعة. يعني أنتوا الله يحبكم أن أختاركم لهذا العمل. العمل الخيري دائماً هو عمل المسلم. الله يقول مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. احنا كأمة إسلامية مسؤوليتنا واحدة، عملنا واحد، ما ننسى بعض. حتى أن الإعجاز في هذا الحديث في الدراسات العلمية في القرآن، في الإعجاز في القرآن، قالوا أن الجسد إذا جرح منه عضو وبدأ في النزيف أرسل 10,000 استغاثة في الدقيقة إلى المخ أن عندي مشكلة، فيبدأ المخ بإرسال الأوامر لسائر أعضاء الجسد أنها تسترشد في الطاقة وفي غيرها وتركز على العضو المجروح حتى يبرأ هذا العضو أو يموت الجسد كله. هذا هو الإسلام. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. كل إنسان مبدع متفوق، بل كل مسلم عنده وظيفة مع عمله الأساسي اللي هو فيه أن يكون داعية إلى الله وينفع إخوانه من المسلمين وغير المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. احنا اليوم نقول عيالكم هم اللي ماسكين هالمشروع، لا المشاهير مثل ما قال اخوي خالد، ولا قطر الخير ابو خالد، ولا قطر الخيريه، ولا اذاعه القران الكريم. احنا كلنا ندعم عيالنا وبناتنا في المشاريع الخيريه ونوقف معاهم. فاحنا نطلب من اولياء الامور من اهل قطر الوقوف في هذه التجربه المميزه الصراحه من قطر الخيريه واذاعه القران الكريم مع عيالهم مع بناتهم، يدعمونهم دائما في هالمشاريع. هذا والله أفضل عمل، أن يكون لك رسالة، وما في أفضل من رسالة الأنبياء وهي الدعوة إلى الله. العمل الخيري من أحب الأعمال وأفضلها عند رب العالمين. مثل ما قال لكم أيضاً الدكتور عبد الرحمن، ليس من سمع كمن رأى. أنا أقول العكس، هم يقولون ليس من سمع كمن رأى، أنا أقول لا، ليس من رأى كمن سمع. اللي يسمع غير، ما يتأثر يا جماعة مثل اللي يشوف قدام عيونه. لما تطيح مرة في الأرض تبكي لما تشوف حد جو يطعم عيالها اللي ما لقوا غداء أو عشاء من 3 أيام. والله شفنا ناس يأكلون الحشيش ويموتون لأنهم كلوا من بعض الأشجار السامة لأن ما يجدون الغذاء. وين نذهب من الله سبحانه وتعالى أن احنا عندنا كل شيء، وكثير من هذا يلقى في القمامة للأسف. إخواننا أولى يا جماعة. لما سأل سليمان بن عبد الملك العالم الرباني أبا حازم، قال يا أبا حازم ما أقرب الدعاء إلى الله؟ قال دعوة المحسن إليه للمحسن. وهذا اللي لازم يستشعرها الذي يأتي للتبرع أو المساعدة أو تقديم العون، لأن هذا
ما راح يجاملك مثل ما أنا أجامل رفيجي وأجامل ولد عمي وأدعي له من طرف اللسان أحياناً، فنادر من يصدق. ولكن المكلوم لما ترفع عنه الأذى وتدعمه من أقصى الأرض، يعرف أن أخوه المسلم جاي يدعمه، والله غير يا جماعة. مع الدمعة الدعاء هذا يصل إلى رب العالمين، والله تجد أثره قبل أن ترجع إلى وطنك. إحنا دائماً يعرفون إخواننا في قطر الخيرية، دائماً يروحون معانا من الأثرياء الأغنياء الكبراء الناس العاديين المشاهير، لما يقترب من أحد ويشوف حالته مباشرة يكفله، لأن الإنسان إذا عنده الجسم يفرز مادة التسترون، هي اللي هي مادة الحب أو العاطفة، فلما يربط على كتف أحد أو يحتضنه أو يشعر بمعاناته مباشرة تجده يكفله. وهذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاء رجل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشكو قسوة قلبي، يعني رجل قلبه قاسي، قال أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال نعم. قال في روايتين عند أبي الدرداء وعند أبي هريرة، قال ارحم أطعم المساكين وامسح رأس اليتيم في رواية، وفي رواية قال امسح رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. في التفسير العلمي لها يلين القلب، الجسم لما يفرز هرمون التعاطف والمحبة والمودة والحزن يبدأ يتفاعل بقوة فيتأثر ويكفل هذا الإنسان. من الناحية الدينية يعني القسوة تتحول إلى رقة وعاطفة، ومن الناحية الدينية يعني تدرك حاجتك، يعني تجد الأجر عند رب العالمين. احنا نعرف أن قطر قبلة المظلوم وهذا معروف في العالم كله، والله رحت أنا كثير من الدول العربية والإسلامية وغير الإسلامية، والله يدعون حق قطر وأهل قطر، وقد يرفع والبلاء يرفع عن العبد إذا أحسن وتصدق. هذا جاء عند ابن القيم، قال إن الله ليرفع البلاء عن الكافر والمشرك والظالم بهذه الصدقة، بعمل الخير، وإحنا أهلنا أهل خير دائما. فهذه تجربة جميلة وأولى ورائدة بإذن الله ستكون، فنقول شاركوا عيالنا لأن هذا مشروعهم، شاركوهم كأولياء أمور، كدولة، كمجتمع، حتى تحفزون غيرهم، لأنهما النواة لهذا المشروع. مثل ما قال أخوي بصالح، هم النواة، بكرة بيجي غيرهم وغيرهم وغيرهم من شباب وبنات، لأن المجتمع يتنفس برئتين مش رئة واحدة، والمرأة لها دور قوي في هذا الجانب. حتى أكثر التبرعات في الجمعيات الخيرية تأتي من النساء أكثر، والمرأة تجعل زوجها يتبرع، ولدها يتبرع، وأخوها يتبرع. فالعمل الخير لنا جميعاً، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رجال ونساء يجتهدون في هذا. فأنا أقول فرصة أن نوقف مع عيالنا، مع بناتنا، مع جمعية قطر الخيرية، مع إذاعة القرآن الكريم في نشر هذا الخير، والله تجدون أثره عليكم في الدنيا والآخرة. أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. تجد تيسير عليك في كل قضاياكم مشاكلك في الدنيا قبل الآخرة مع الثواب في الآخرة. قال ومن ستر مسلما ستره الله، الله يسترك في الدنيا إذا سترت المسلم، ومن الذنوب لا تعرف ولا تكشف ولا تفضح، ويسترك في الآخرة ما تقرأ ذنوبك على الخلائق ولا يعلمها إلا الله، ويغفرها لك بسبب هذه الصدقة. إذن نجتهد دائما في الإقبال على الله وعمل الخير. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الناس إلى الله قال أنفعهم للناس، ولما سئل عن أفضل الأعمال وأقربها إلى الله قال سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تدفع عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. ثم قال ولأن أمشي في حاجة لأخي المسلم أقضيها خير لي من اعتكافي في مسجدي هذا شهرا كاملا. تخيلوا اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده اللي الصلاة فيه بألف صلاة، وصيامه وقيامه بعمل خير تقضيه يمكن بتليفون أو بواسطة أو بمبلغ بسيط، تجد أجرها قال خير من، يعني أجر أكبر من أجر الاعتكاف شهر. كثير من الناس يصوم يصلي وذا لكن ينسى أخوه المسلم. الله الله في إخوانكم. قال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. وجزاكم الله خير. ننتقل الآن إلى السيد سالم اللخن المري من فريق جامعة قطر، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله
الحمد لله رب العالمين الذي أنزل 100 رحمة، أنزل في الدنيا رحمة واحدة يترحم بها البشر ويترحم بها الحيوانات، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيب رب العالمين القائل في الحديث: الرحماء يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نحن يعني نشكر الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه. الله جل وعلا يقول: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الإنسان لا يقوم بعمل من الأعمار الصالحة إلا بإذن وتوفيق من الله جل وعلا، وهذا فخر لنا أن احنا نكون بهذا العمل التنافسي. الشيء الآخر المهم يا أخواني، وجامعة قطر وبرنامج كلية المدينة التعليمية وإذاعات القراءة الكريم وقطر الخيرية، والله نشكر الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا أعطانا ناس يدلوننا على الخير. بعض الناس محتاج لكن لا يجد من يصل له الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة. الشيء الآخر المهم إخواني، حنا في هذا الزمان زمان التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، لحظة واحدة أو رسالة واحدة أو سناب أو إنستغرام يصل إلى ملايين الناس. وكم إخواني يعني الواحد يعني ينظر إلى هذا الكلام، وكم من محتاج كان قضاء حاجته تواصل اجتماعي، وكم من محتاج قضاء حاجته شخص يدعو لها في أول الليل وآخر الليل وكل ساعة. فلهذا حنا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكر الله جل وعلا أن وفقنا لهذا العمل المبارك. يشرفني أن أكون مع جامعة قطر، وأشكر جامعة قطر وأشكر المدينة التعليمية وأشكر من ساهم في هذا البرنامج التنافسي. رسالة أوجهها يعني لكل من يسمعنا في هذا المكان أنه يقدم ما عنده من الخير، لأن الخير يعني تجده في نفسك وفي عيالك وفي ذريتك، وكان أبوهما صالحا، جدهم السابع كان صالح أتى الأثر في عيالهم. فلهذا حنا في حاجة إلى وقفة، في حاجة إلى وقفة الشركات والمؤسسات وأصحاب الشركات لدعم الخير. لأن والله يا إخواني والله نرى ونسمع قصص ونسمع يعني مثل ما قالوا إخواني الله يجزاهم خير، يعني خير الكلام ما قل ودل، والله في ناس محتاجين، والله الذي لا إله غيره إن ما عندهم يعني الواحد منا اللهم لك الحمد الواحد منا يعني في اليوم 4-5 مرات ما شاء الله وجبة طعام، الواحد ما يحصل له شيء بسيط حتى وش حتى يعني يحصل العلاج للوالد أو للوالدة. حنا إن شاء الله في حاجة إلى وقفة الناس الطيبين منكم شرواكم، وقطر بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أيديها معروفة على جميع دول العالم. هذه قصة قصيرة، يعني كنا مع واحد من الشباب من أحد الدول العربية وأتكلم معه يعني حديث جانبي، قال: والله جزاكم الله خير يا أهل قطر. قلنا: ليش يا شيخ؟ وش سوينا لكم يا أهل قطر؟ قال: والله حنا في منطقة نائية بعيدة جدا، تقريبا 700 كيلو من المدينة، وصعب ما عندنا يعني الشارع أو الطريق المعبد. جزاهم الله خير أهل قطر، حطوا لنا طريق الآن نمشي، يعني بدل ما كنا نمشي 3 أو يعني تقريبا يومين ونص الآن نمشي 3 ساعات 4 ساعات. فالعمل خير باق إلى يوم القيامة. الله يبيض وجيهكم ويجزاكم خير، وأتأسف على إطالة لكن أبشروا إن شاء الله بالخير وبيض الله وجيهكم، وصلى الله وسلم على محمد. وقبل الصلاة قبل الختام نشكر محلات الجنوب على دعمهم إلى برنامج المتنافسون، جامعة قطر ومؤسسة قطر الخيرية. وللفرق كلمة عن مشاريعها وأعمالها. نرحب بفريق جامعة قطر وفريق المدينة التعليمية، ونترككم الآن مع عروض الأفرقة للإطلاع على مشاريعهم وخطتهم القادمة. نبدأ مع العرض التعريفي لجامعة قطر، يقدمه الأخ عبد الله فطيس المري، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير. في البداية أود أشكر قطر الخيرية وإذاعة القرآن الكريم والشركين والشركاء سواء كان جامعة قطر ومؤسسة قطر في دعم الشباب وإعطاهم الفرصة لعمل الخير. فنحن كشباب قطري ولله الحمد الغريزة موجودة، فوطننا لم يسمى بكعبة المظلوم من فراغ، لأن الجذور والعمل الخير موجودة فينا ومزروعة فينا منذ الصغر. ولكن الأخوة بيض الله وجيههم نشطوا
هذه الأشياء وهذه الجذور في عمل الخير وتقديم الأعمال الخيرية في شتى، ليس في المجتمع فقط بل في شتى أنحاء العالم. في البداية أحب أعرف بالفريق الذي يتكون من قائد الفريق أخونا عمر الجميلي، طالب في كلية الآداب والعلوم تخصص الإعلام، وأخوي عبد الله التميمي طالب في كلية الإدارة تخصص نظم معلومات، وأخوكم عبد الله مفطيس طالب في كلية الآداب تخصص الإعلام، والمتعاونين معنا في الفريق منضمين معنا في الفريق الإعلامي أخونا صباح الكواري وأخونا الناشط الاجتماعي سالم باللخل. في الحديث عن المشروع، فالمشروع الذي أوكل إلينا هو عبارة عن مجمع متعدد الخدمات في موريتانيا، والمشروع مساحته ما يقارب 650 متر مربع، تكلفة المشروع 1,111,200 ريال قطري، ويحتوي المجمع على مدرسة ومسجد ومستوصف صحي إضافة إلى بئر ارتوازي. الهدف من المشاركة أولاً الشيء لابد منه هو عمل الخير، ثاني الأهداف هو تعزيز العمل التطوعي وتعزيز العمل الخيري في المجتمع الجامعي وخارج أسوار الجامعة، ليس في الجامعة فقط في الطلبة، بل نحاول نحن نجذب أخواننا الشباب لحتى من خارج الجامعة على الأعمال الخيرية. من الأهداف أيضاً تعزيز الشراكة أو تعزيز العلاقات الدولية بين الشعب الموريتاني والشعب القطري. وفي الحديث عن الخطة التي سيعمل فيها الفريق، الحمد لله رب العالمين، نحن وضعنا خطة وماشيين عليها إن شاء الله، بنبتدي فيها بحملة ستنطلق بإذن الله في جامعة قطر ومن جامعة قطر إلى المجتمع الخارجي. راح يكون معنا إن شاء الله أعضاء مساعدين وهم أخونا محمد الدوسري صاحب حساب نو سيجنال المصور معروف في المجتمع القطري، إضافة إلى أخونا عبد الرحمن الهرموزي صاحب حساب وير تو إيت إن قطر. ومن ضمن الأشياء هذه فيه إن شاء الله مفاجآت انتظروها من فريق جامعة قطر، وإن شاء الله نكون نحن قد المسؤولية التي أوكلت على عاتقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع العرض التقديمي لفريق مؤسسة قطر يقدمه الأخ محمد الحر، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أول شيء أشكر مؤسسة قطر الخيرية وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة على الاستضافة الأكثر من رائعة صراحة حق البرنامج. فريقنا صراحة متكون من 3 أشخاص ومشرف عام ومقدم إعلامي. من إحنا الثلاثة؟ أخونا أول شيء عبد الله يوسف الحر اللي هو بيكون المنسق الإعلامي حق فريقنا. أخونا الثاني فيصل الأحبابي بيكون المخطط اللي بيخطط حق الفريق كامل. وأنا محمد يوسف الحر المنسق الإداري. معنا المقدم سعود المعاضيد في قناة الريان هو اللي بيكون الممثل الإعلامي، والدكتور الفضيل عايش القحطاني اللي هو المشرف العام حق المشروع كامل. مشروعنا بسيط صراحة لكنه كبير، وأنا أدري إن إحنا نقدر نخلصه ونكمله. مشروعنا باختصار مدينة كاملة أو قرية كاملة في سريلانكا تبعد حوالي 300 إلى 400 كيلو. المدينة هذه فيها أكثر من شيء، فيها مسجد، فيها مدرسة، فيها 22 وحدة سكنية، فيها بير، فيها امدادات كهرباء، فيها دكاكين حتى، يعني كل شيء تتخيله في مدينة بيكون موجود متوفر. والصراحة السعر يكون وايد رخيص بالنسبة حق الأشياء اللي تقدر تسويها في هذه المدينة. السعر بيكون تقريبا 1,010,000 ريال. احنا اللي سويناه في المدينة بس يعني احنا حاطين اول شيء وايد اشياء، ان مثل الامدادات الكهربائية، وبنحط مثلا هذه الدكاكين بندعمها وبنجدد فيها ونفتح مجال حق المسلمين في سريلانكا، انه مو بس
يعيشون هناك بسلام، بالعكس ان احنا نقويهم في سريلانكا، ان نحط لهم مكانة تجارية على الاقل في المكان، ان احنا نوفر لهم كل شيء يحتاجونه في المكان، وبهالشيء يكون اكتمل مشروعنا. احنا سوينا وايد خطط وان شاء الله بعد يكون عندنا خطط زيادة، والدليل ان احنا من اول مرة من قوة التسويق حق المشروع نفسه جمعنا ما يقارب 650 ألف ريال في ساعة، في ساعة واحدة جمعنا 650 ألف ريال. يعني مع هالكلمة أحب أقول حق جامعة قطر إن إحنا إن شاء الله بس نخلص المشروع نفسه لذلك ندعمكم في مشروعكم في موريتانيا. وبس إحنا حاطين أشياء ما نقدر نحرقها عليكم ونقول إحنا شنو بنسوي، لأن في النهاية هي خططنا يعني وتكتيكنا حق المنافسة، بس هذا هو كل شيء. وجزاكم الله خير. مع نهاية العروض الرائعة ندعو لكلا الفريقين بالتوفيق في مسيرتهم ورحلتهم الإنسانية لإتمام مشاريعهم الخيرية، سائلين الله عز وجل أن يمن عليهم بفضله وييسر عملهم لزرع بذور الأمل وبناء الأثر الإيجابي في حياة مئات الأشخاص بل آلاف الأشخاص. شاكرين لكم حضوركم ومشاركتكم الفاعلة معنا، إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.